بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بنرحب بالسادة المشاهدين في رحاب جامعة أسوان حقيقة، وبنحب يعني نهني الشعب المصري كله حقيقة بتاع عيد الفطر المبارك، وكمان قرب انتهاء الفصل الدراسي الثاني. حقيقة احنا حاليا في شهر 5 ده بننهي من جميع أعمال متعلقة بأعمال المحاضرات وأعمال امتحانات أعمال السنة لهذا الفصل الدراسي، على أمل إن شاء الله إني هنبدأ امتحانات في أول شهر 6 إن شاء الله، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني. طبعا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وحقيقة وزارة التعليم العالي ومعالي الوزير الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار إن إحنا قدرنا نعدي بالعام الدراسي بأمان الحمد لله. إحنا طبعا يمكن العام الدراسي اللي فات جزء كبير منه كنا بنشتغل أونلاين، كانت تجربة جديدة علينا يعني، والحمد لله عدت يعني بكل إيجابياتها وسلبياتها. لكن الحمد لله السنة دي كان في قرار جريء بإن كل الدراسة تبدأ في مقر المدرجات ومقر الجامعة، بس عشان ده كان يحصل كان لازم طبعا نعد خطة جيدة جدا. بدأناها بالحمد لله إن تم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين من جامعة، من موظفين وأعضاء التدريس وكمان الطلاب. احنا عندنا تقريبا في الجامعة حوالي 30,000 طالب بنسميه أندر جرادويت اللي هي المراحل الأولى، وفي حوالي 7,000 طلاب مراحل الدراسات العليا. الحمد لله يعني تم الانتهاء من تطعيم جميع هؤلاء الطلاب. ان شاء الله احنا بنعد العده للامتحانات زي ما قلت في اول شهر يونيو. احنا في عندنا حقيقه نوعين من الامتحانات، في امتحانات اللي هي التقليديه اللي هي بتبقى اون ديسك يعني النظام التحريري، وفي كمان امتحانات اللي هي امتحانات الالكترونيه. وطبعا خطه الوزاره هي ان جميع كليات القطاع الطبي في جميع الجامعات المصريه يتم امتحانها من خلال الامتحانات الالكترونيه، حيث بيبقى الطالب بيخش على جهاز كمبيوتر تمام بيقدر يخش على الامتحان، وكل طالب بيبقى عنده شاشه غير الثاني يعني امتحان مختلف طبعا. وميزه هذا النظام حقيقه ان بيبقى فيه شفافيه كامله جدا جدا، طبعا ما فيش اي تدخل في الامتحان، التصحيح بيتم الكتروني بشكل تلقائي، بيبقى فيه سرعه في اظهار النتائج. احنا كنا احيانا بنلمس ان في احيانا بعض الكليات اللي هي كمان ذات الكثافه الكبيره بيبقى في تاخير شويه في اعمال التصحيح وبالتالي اظهار النتائج، وده حتى كان بيعطل طلاب السنوات النهائيه اللي هم طبعا عارفين ان هم المفروض بيخشوا على مرحله التجنيد. فالحمد لله حقيقه النظام ده نظام فعال جدا جدا. احنا حقيقه انشانا في جامعه اسوان مركز كبير للامتحانات الالكترونيه ساعته 750 جهاز، ده بيقدر ان شاء الله يستوعب جميع كليات القطاع الطبي اللي عندنا، الطب البشري وكليات التمريض والطب البيطري كمان عندنا ان شاء الله. الاعوام القادمه طبعا احنا الخطه عندنا ان شاء الله ان باقي كليات الجامعه تخش في هذا السيستم، بحيث يبقى جميع طلاب جامعه اسوان يتم امتحانهم من خلال النظام الالكتروني. طبعا احنا في الامتحانات اللي جايه ان شاء الله طبعا يمكن الحمد لله يمكن كوفيد 19 شويه الاثار السلبيه بتاعته الى حد ما يمكن الحمد لله يعني خفت شويه، لكن احنا برضو ما زلنا بنشتغل على الاجراءات الاحترازيه اللي خاصه بالوقايه من هذا الوباء. طبعا سيتم وجود تباعد اجتماعي داخل اللجنه، طبعا التعقيم مستمر، دخول الطلاب برضو بوجود الكمامات، طبعا وجود لجان طبيه مقيمة باللجان تحسبا لا قدر الله لأي ظرف طارئ، في عربيات إسعاف موجودة في الحرم الجامعي تستعد لنقل أي طالب أو أي حد يشعر ببعض الأعراض. طبعا جميع الأساتذة وجميع الموظفين موجودين، طبعا احنا بنمنع الأجازات خلال فترة الامتحانات حقيقة، ويبقى كل جامعة مسخرة لإتمام عملية امتحانات بنجاح، وأنا بتمنى حقيقة لأبنائنا الطلاب إن شاء الله يعني النجاح الباهر والتوفيق بإذن الله.